علقت بالفاليريس وروضت التنين المائي وواجهت وحش البركان المرعب وأخذت انتقامي القديم من غريزبولد الكهربائي. مو بس هيك، طورت القاعدة تبعي وعملت قاعدة تانية لجمع الفحم. تطورات رائعة وأسطورية صارت معي بالحلقة. تابعوني واستمتعوا بالتفاصيل. مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية، أنتوا أهلكن أحبابكن وكلياتكن. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من لعبة بال ووردز. أصدقائي الرائعين، شكرا من كل قلبي لتعليقاتكم الرائعة والأسطورية. قلتوا لي كمان أنه هذا العينتين اللي أنا أصلا أنتجت منه الحلقة الماضية كميات ضخمة، أنه هذا أسرع بوكيمون على الأرض. يا معلم لك الله يعطيكم ألف عافية على النصيحة، بربي إنكم أساطير يا شباب. شكرا لكم من كل قلبي، معناها بركي لازم نسأله شي صدى الأصباح إذا هو سريع لهالدرجة على الأرض. فخلونا نكتشف الصدل تبعه. إذا هيك هذا هو الصدل تبعه، بده ثلاث نقاط نكتشفه. وهذا كمان أصدقائي طلع فيني قال اتعلق فيه وامشي فيه as glider، مكتوب حسب ما مكتوب it can be used as a glider. ممتاز والله هذا الحكي، فلذلك كمان اكتشفته. طيب بهي الحلقة بإذن الله تعالى بدنا نساوي قاعدة الفحم، البيس تبع الفحم لمكانه بأرض الأنوبيس، لأنه ما معقول أنت رايحين جايين عم نقول يعني غلط هذا الشيء. بس خلونا شي نصد هذا الهجوم المريء سريعا سريعا. طبعا الهجومات صارت كتير بايخة للأسف. ليكو تفرج ما بيخون، ترجع سوا ما يعرفوا عندي. طبعا ما راح ادخل، ترجع يصير فيهم. ليكو طلع طلع زخ ايش راح يصير فيهم. ليكو نبهوا بوكيموناتي، اتجهت البوكيمونات وعملوها ساحة قتال. تفرجوا ليكو، واو 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 حرب طاحنة. تفرجوا ليكو ما تدخلت انا، بس ارجع عم يصير شو عم يصير. تفرجوا يا الله يا اله ليك هرب 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 هرب. طب تعرفوا خاطر نروح نلقط منهم كم واحد. تعال معلم تعو هربتوا، تعو تعو لا تهربوا تعو. خلاص عم بيروحوا يهربوا من الناس من كل ما بوكيمونات واقع بيض. يا معلم ارض الانوبيس وين جاي انت؟ لك وين جاي ولك لك وين جاي ولك. يا الهي لك هذا شو مقلش بدي انزل يا معلم نزلني. طيب لحتى نروح هنيك اول شيء نشوف البال بوكس حتى تنبنى شو بده. بال بوكس بده بالديوم فراجمنتس وود وستون. خلونا نحطهم معنا بالستوريج بالديوم فراجمنتس، بس يمكن ما عندي اصلا. فرجيني اذا عندي ولا لا. طيب هيك صارت اموري تمام، صار فيني ابني من هدول مشان ابني الانوبيس هنيك اذا بدهم يناموا، زائد فيني ابني صار البال بوكس هنيك باذن الله تعالى. خلونا نتجه فورا لارض الانوبيس الرائعه ونبنيها. بس اول شيء ناخذ شويه حجر من هون وانت ماشيين. طبعا هون الحجر صار عندي بالهبل بالهبل. لما لكم بالهبل تعالوا تفرجوا شو قصدي. مو حاطط هدول هون عم يحطوا طول الوقت. هلا هون عندهم 1400، خليني اخذهم نحط لهم بالصندوق مثلا. وين 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 هي هي. شوفوا صار 5000 ومدري قديش و347. انا اعتقد هيك الوضع مناسب نوعا ما. خلاص خلينا نروح بسرعه، انتم استمروا. الله يعطيكم العافيه شباب. ارض الانوبيس الرائعه هون. يا الله لو في عند انتقال سريع. طبعا هلا بالبال بوكس اللي بدي اسويه انا هنيك راح يصير عندي ارض شو اسمه انتقال سريع لارض الانوبيس. شوفوا هون هذول الفحمات تبعوتي. انا مو تبعوتي، هلا بعد شوي راح يصيروا تبعوتي. بس اعمل قاعده هون. خلص صارت المنطقه كلها لي. عطني المنطقه يا معلم. اللي يقرب منها والله تراني اقتله. اوه في بوكيمون جديد. هلا والله. هو الشيء يعطيني هاي. خلاص هيك امورنا تمام، امورنا تمام. عشان نأمن المنطقه اصدقائي مثل العاده نزل هاد. اللي امني المنطقه معلم، خلاص اعتبروا المنطقه تم تامينها بشكل كامل. والله هذيك السلحفات تعرفوا بدي اخذها. بس هلا ماني بوارد هذا الموضوع. هلا اول شغله بدي اساويها هي هاد. راح احطه هيك هون مثلا. اوكي هيك. يلا بنوا لي اياها شباب. اشو بنوا لي اياها شباب، ما في حدا يبنيها غيري والله. يلا انا ببنيها، ما بدها كثير اصلا. وما بدي انزل انوبيس، تارك هذا يامن لي الاجواء. اكتمل. هيك صار عندي ارض انتقاء. هي شو اسمه؟ انتقال سريع لهي المنطقه. هلا هلا ممتاز. هلا والله لا كيف. هي لهي السلحفات اتركوا لي اياها شباب، بدي اياها بالله بعد اذنكم. انت تعال هاجم لي اجريسيف. ابلع ولاك. يلا اللي بعده. طبعا اصدقائي ما شفتوني بالسنجل رايفل شنو عم 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 اضرب فين ابو جنب. ابلع ولاك. تعي حجه. يمكن بدك الهايبر يا حجه يمكن والله. صح؟ اوف من اول مره؟ شو هالسلحفات؟ كنت متحسب لك كثير والله. خلينا نقرا عنها بسرعه. هي السلحفات اصدقائي ارضيه بتطلع لي هاي كواليتي بال اويل، هذا كثير مهم بالنسبه لي. مايننج ليفل 3. اوف وبس مايننج كمان. بتعرفها مثل انوبيس يمكن؟ اصلا ممكن احطها هون هلا اصير. طيب خلونا نبلش. شو بدنا ننزل؟ شوفوا انوبيس عنده بالنقل والمايننج والهاندي وورك، اما هذيك بس مايننج. والله عاش.
شوفوا بشعة الصحراء بالليل شلون بالنهار شلون. يا بالمقلوب بالمقلوب بين الليل والنهار بالمقلوب تماما. نزل لي السلحفات أصدقائي شوف قديش نزل. يا ولك ما نيمتهم يا حرام عم نزل عم يناموا في الريرة هون. طب تعال نسأل وين تبعية المنامخ. طيب اطلي مثلا هيك على حدود راح ساوية حطلي مثلا هيك وحدة هون وحدة هون. ما قدر الكل للأسف بس كويس. خلينا نزل أنوبيس اللي معنا بس مشان يعمل عملية صناعة لهذول. يلا معلم زبط لي هون بسرعة. ايه بسرعة. شوف في سلحفات تانية هنيك. اوه سلحفات ثالثة هنيك. والله أصدقائي السلحفات ترى كتير مرتبة. صدت قبل كان روح هذا الوبش والله والله العظيم كان روحها. شو حلاوة السلحفات أصدقائي بتاكل أقل من أنوبيس بالأكل وتشتغل أسرع كأنه. رجع رجع أنت رجع يفضح عينك. أعطينا ياها وعم بضرب الهايبر فورا ما بدي أوجع راسي على تنصاد وتهرب وتنصاد وتهرب ما بدي أوجع راسي كل هالوجعة هاي. نزبط لهم تبعية الأكل كمان تبعيت هي الراحة تبعيتهم. والله يا أخي بناء بيس مو سهل مو شغلة سهلة والله. خليني أبني لهم كمان هاي اللي بتعمل لي إفشنسي بتعلي الكفاءة تبعيت شو اسمه تبع المايننج. ممكن أبنيها هيك هون. واو أصدقائي كيف تشتغل شو بتساوي. يا الله شو هيك. ما الذي يحدث. هوت يا الله الحرارة هي عم تجنني. شوي برد شوي شوب شوي برد شوي شوي شوب. أصدقائي هدول خلال ثواني هيك روحوهم كلهم لأنه بيس عم يتجبر هنا وهدول ثلاث سلاحف أربع سلاحف. تفرجوا ثواني ثواني يعني لما قلكم ثواني يعني شي شق الضو لسه قعدوا منهم فر ترمون. يوخ توقعت الفحم أصعب من هيك بليارتين. الموضوع كتير أسهل كتير بسيط يعني. أروح ودي وأرجع أنا فريرة. أو لا تعالوا نحطهم هون. عملتهم صندوق مشان فضي بقلبه أول بأول. والله عشتم يا أنوبيس بربي إنكم أساطير. يوه جيش جيش من أنوبيس عندي هون أنا. يلا لموا 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 أنا بدي أسرع منكم كلياتكم. خالص روحوا لي الفحمات. قديش كان هون الفحم كتير وأنا شايف حالي فيه. خالص كله راح بطرفة عين كله. طب خلص شباب خليكم هوني أنا رايح وراجع فريرة تمام بس فضي الفحمات وأرجع. يا أخي غير 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 تعال تنزل هي اجوريت لهون يا اخي خلص يعني ملقت والله ملقت 42 بس تعال اشتغلوا. والله يا جماعه ممكن نزل لي هون سلحفات احسن ما اتركهم هنيك لانه السلحفه جباره جباره. نزلت السلاحف لهون خلي يعملوا مايننج. اوه ليك شو مسوي يعني السلحفات عباره عن اداه مرعبه بالمايننج مرعبه مرعبه. خلينا نصد الريد هذا وينه بابا يعرف يجوا. طيب صدينا الهجوم بشكل كتير بسيط وسهل ان شاء الله والحمد لله. بس لازم يصيروا هذول الجماعه اسره مثل خلق العالم. هي الاسره خلص نظامي ما عادت اكلت معهم فعم يصيروا هذول الفلافي. خلينا ندلل المعلم. طيب نشيل لهم القديمات لازم نشيل لهم القديمات. نشيل لي واحد نشيل لي اثنين نشيل لي ثلاثه اربعه اوكي خمسه سته. رد ارجع اعمل لي واحد جدد من هذول. يلا سوون حبيباتي سوون سوون ممتاز ممتاز ممتاز. اعتقد هون لازم احط فاليريس دائم عشان موضوع اذا حطيت شيء على الحرق انه هذا دائما عم بيكون معي. ففي عندي اكثر من فاليريس حسب ما اذكر. شوفهم احنا صفه الفاليريس اللي موجودين هون راح اطالع واحده من هذول مثلا نزل فاليريس هاد اوكي نزل فاليريس خلص انت صار شغلتك هون. في عندك شغل هون تيجي تشتغل هون اوكي. طبعا ما نوع يعني ما نبطل فاليريس ليفل 3 بالكايندلينج بس اكيد ما انه مثل شو اسمه ما انه مثل البلوه اللي معي. طيب هلا شو اللي راح اسوي راح اروح قوي شوي موضوع شو اسمه العينتين تبعيت تبعيت الكهرباء تنين الكهرباء اللي معي مشان اروح فورا على البوكيمون المائي او ممكن اعمل لي تجربه حظ بالبوكيمون المائي وجرب بقدر له ما بقدر له هيك من حد لا تزبط ولا شيء وشوف حظي. ربما انا محظس ترى بهذا الموضوع ربما تزبط الامور معي. خلونا نروح نجرب حظنا عند البوكيمون المائي يا بنقدر له يا بكسرنا. بسم الله الرحمن الرحيم استعنا على الشقة بالله جايينك يا وبش أيها الماء اللئيم بإذن الله رح نرجعه معنا يا شباب بإذن الله. يا الله خلينا نجرب حظنا. فرجونا وين صار اتجاه ورانا لهنيك. هاي البحيرة اللي فيها البوكيمون المائي اللئيم التنين المائي مو البوكيمون المائي التنين المائي عند هاي الشجرة كان رسبا. يا الله شوف معلم أول شيء أول شيء رح نحاول نستفزك بمثيلك تمام؟ ليكو جاي على الحرب ومع رصاص. عشان نشوف قديش مستعد وقديش قابة جد لهذا البوكيمون المائي. هو 4000 الوبش والله معنه سهلة. طيب انت بتهاجم بس اللي بهاجم لك انا هاجمه. لك وقف يا زلمة طب بعد من وجهي. روح يلا. لا انت يلا شوفك. انا اخذ هاي ما اخذتها.
قاتلوا. شو في مدبلع الثاني اكثر؟ رح ساعدك شوي مش ما تقول ما ساعدني. اوه عم بلعوا والله عم بلعوا والله، بس انا اللي معي ما انه سهل، انا كثير مقوي. شوف 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 شوفوا، مع انه ما ضده يعني النار مو ضد المي، بالعكس المي ضد النار. لا لا كولي هتجي لعندي يا وبش، والله بس ضرب فزع، والله بس ضرب فزع والله. تعي يا وبش هذا راح. قتلو ابلع 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 ابلع. بعد عني يا وبش بعد، والله منظرك اقسم بالله حسها ضايع بين رجلين بينك. انا معك استغرب، بس نزل له الكهربائي، هو ضده الكهربائي بيفلح فلاحة، بس والله هذا مو ضده. وطلع شو سوا فيه، عم يكهربني قال الجدبة. شفك جدبة عم تكهربني، جدبة انت جدبة كهرب عمك. قال ليش استفزيته؟ ولك انا ليش استفزه؟ والله ما قصدي، والله النار عم يبلعوا النار. ها اقسم بالله النار يبلعوا بلعوا مثل العادة. اصدقائي ليكو النار شو عم ساوي فيه؟ عم يتجبر عم يتجبر الناري والله. هو انا عم اخوته ترى عم خليه قليش ورا الشجرة. ابلع 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 ابلع. لك يلا يا ناري يا الله ركن. والله دم النار اللي معي يا شباب خالص، انا يعني حاس حالي يعني ما بقى حدا يقدر لي خالص خالص. مدري شو بقى حرام صوفني يا قلبي عليه. تقول على فكره عن جد هو شكله مقلش، ها ما عم ياتي ولا باي حركه. اعطينا يا نشوف بالهايبر بيقدر، ما قدرنا نجيبه. يلا ناري اشلخه اشلخه معلم. الحمد لله كان مدري شبه. اوه ارجع ارجع ناري 54 الله يلكعك. اصدقائي خالص ما عاد طالع له النار هلا، صار دمه 54 يا زلمه. طب يعني دمك 19 يعني اضعف من هيك ما عاد يصير. ترى بدي اياك. يلا 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 التنين الناري من اول مره المائي. اوه لورد اوف ذا سي، وا الله يا الله يا الله يا الله شو اني محظظ، يا الله شو اني محظظ، يا الله ده بدي اشوف انا وين وين عم وين عم طير. انا شو عم بصير معي؟ انا وقف هون على الحرف بس افتح اللورد اوف ذا سي. يا الله على 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 العباره قديش هيك قويه. ليكو اصدقائي هذا هو بالووترنج ليفل 4 والله العظيم متوقع، ومختص مثل شلون هذا مختص بالكايندلينج ليفل 4، هذا بالووترنج ليفل 4. والله عاش والله عاش لك والله عاش. يا الله ديش انا مبسوط 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 والله مبسوط يا شباب، والله والله مبسوط. هذول الليفل 4 الاختصاصيين هذول ببلوا القلب اقسم بالله، هذول ببلوا القلب بشكل كامل. يا الله انا كان هدفي اصدقائي بهي الحلقه بس اني اقدر له هذا الوبش، لاني فعليا كثير مستصعبه. انت عم تحكوا على ليفل 45 جبار وتنين، يعني شفت التنين اللي معي المائي شو عم بيساوي؟ فقلت لحالي النار عفوا، فقلت لحالي هذا المائي شو بده يساوي؟ بده يعفسني عفس. لا ما قدر لي يا شباب، ترى هو كانه قلش يعني، انا اعتقد كان بيقدر لي بس تكليشته هي اللي ضيعته. ترى هون رجعوا شي رسبن هذول، ما اصدقائي طلعتهم كلهم ما في داعي يخليهم، حتى بتعرف حطيت لهم الاسره على الفاضي خلص هيك ما في حدا. يلا روح تاركه بس بيجي باخذ هي وبرجع، بس انه انتقال سريع لاني ما لقيت بيس مثل خلق العالم. هون شو الوضع؟ الشعب هون شغال. والاور ترى بيلزمني اكثر من الفحم، لانه يعني اي شغله بدي اور اي شغله بدي اور. ليك وي شلون قاعده عم تستجم هون. حلو كويس اني حطيتني فاليريس، والله كويس. كل الشعب راح ينام لك حلال عليكم، عطني من هاد التسعه اكثر شيء فاليريس تبقى بس تخلص اساويهم. تمام حبيبي. طبعا ليش حطيت هذا هوني؟ هذا هيك خلص عم بطلع من هوني فورا، فضي بقلب هاد وربي يسر بسرعه وربي يسر. اول شيء كنت انه اعتني وكل واحد بمكانه لازم يكون هيك، هذا العصب تبعيت الانتقالات، فطبيعي يكون كل شيء هون. بروح ساوي السدل ضروري تبع هذا السريع الارضي، مع انه بصراحه فاليريس بيعز علي كثير اني اتركه. ما اصدقائي اللي جرب فاليريس اللي عم يلعب اللعبه يعني والله ولا بعد بيعجبه شيء، ولا بيعجبه شيء بكل اللعبه خالص فاليريس وبس، لانه عن جد اسطوري بالسرعه. تعال خلينا نرجع للبيس.
شايفين يا جماعه ما تركت عندي شيء من من المواد الخام، كله عم صنعه اول باول. كلوث لسه عندي تنتين وول، خليني كمان اخلصهم. ممتاز، هيك المواد الخام كلها تخلصتها. طيب انا كان عندي الافريج هذا اصدقائي ليكو، فتحت الثالثه يمكن ما صورت لكم، فتحت الافريج صارت عندي كمان ممتازه. هذا الكلام انت راهم ممتاز. هلا هذا الصندوق بصراحه بدي بدله بصندوق اكبر، اشوف هذا بيوصل لهم. في صندوق لسه اكبر اللي هو غالبا هذا ريفايند، عملوا لي اصلا فيني ما فيني اطور البيس لحتى ابني اللي هو هذا. دايل افرجيكم اياه، هذا هو اصدقائي ريفايند ميتال تشيست. عندي كل قصصه والله، بدي بس وود. شوفوا صار فيني ابني، جبت وود من هذيك البيس. تعال انا بيس زبطنا يا معلم. خلص هلا بدي اشيل هذا الصندوق بشكل كامل، ساي بس هذا الصندوق. والله البيس تبعي بدها تغيير، اقسم بالله بدها تعمير. بتعرفوا البيس كله اصلا ليش عامله هون؟ هلا البيس هناك عامله مشان الاورز، اللي بعدها عامله واو لك شلون الدنيا مغيمه بتحسوها، واللي بعدها عامله مشان الفحم. طب هي عامله هون مشان شو؟ والله ما بقلبها ولا شيء خيرات، يعني بالعكس حتى الارض ما انا مزبوطه. فانا ممكن هي البيس كلها تنقلها من هذا المكان بشكل كامل، بس انه مو هيك اول بيس. اوه شفتوا هيك الحكي صار مزبوط. هلا هون بصير بزت اللي بدي اياه من دون ما اسال. بزت هي، بزت هي، بزت هاد وهاد 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 وهاد. اوكي امورك تمام، زتيت كل شيء بدي اياه، كل شيء بدي اياه. اوكي هلا حتى هاد ما عاد في داعي اشيله، بتعرفوا هذا خلص. مش كذا احنا عم بستخدمه بس عشان اتمحرش العالم، مشان اساوي لي شيء شغله، مشان يعني شيء فاينه. خلينا ناخذ هدول من هون. وحلاوته لما يكونوا بصندوق واحد تقدر تضبط الكميات تبعيتك، يعني ما بتلاقي مثلا خشب هون وخشب هوني، خلص الخشب كلهم تعمل له سورت، خلص الخشب كله هون، الانجوتس كلهم، فبتصير بتعرف الكميات الكامله عندك. حتى هدولي خلص بدي اشيلهم، اخر بدي اتركهم كلهم بهذاك المكان، مكان واحد يعني احسن الشيء. شوفوا هي بتركب فوق تبعيتها، هي بتركب فوق تبعيتها، ما لها بتفتح وحده جديده، كل وحده بتركب فوق تبعيتها، ما في شيء والله يركب فوق جنب بعضه. شايفين اصدقائي خلص بطلع هون بلاقي هي جنبي، بحطك بحط بقلبها كل العده وبتم ماشي مضبوطة الامور ضبطا لئيمة. بدي ابني شي فريرة بعمل هيك بفتح بسايل بدي اياه ببني. هلا بس الشيء الوحيد اللي بدي اساويه هون حاليا هو تخت، بس فيني ساوي تخت. ممتاز فيني ساوي والله تخت حلو، حساوي تخت هون. لا عم حاول اسايل تخوتها دائما هيك متطرفة نوعا ما. اوكي هي بدي شيلها، هي النار خالص ما عاد بدي اياها اصدقائي بالمخيم تبعي، صرت احط كهرباء، حطيته هنيك عمودين كهرباء، ولسه طبعا بدي اساوي كمان كهرباء. الكهرباء عندي دائما فل شايفين، وعندي هذا العينتين عم مشحن بشكل دائم، فليش تساوي دائما عندي شو اسمه هاي، يعني الواحد كل ماله بيطور البيس تبعه اكثر. اكيد البيس تبعي هلا مو مثل لما بدات، شايفين عم بكسي يا اصدقائي للارض كلها، بدي سايح حجر خالص، ما عاد بدي ارض عشب تشوفها خالص الا محل المزارع، لاني اعتقد انه المزارع ما بينبنوا الا على العشب حصرا، فانا مضطر يعني بعض الشغلات ممكن اتركها عشب، بعض الشغلات لا. سميت هذا تبع الفلافي، تعال حبيبي من هون طل اياك هون مثلا. هلا هاد تبع المزروعات اعتقدها، اعتقد انه بينقام بصير شو اسمه بصير على الارضيه. شوفوا احلى الارض هون شلون صارت، والله ممتازه والله العظيم ممتازه. حتى هي هون هاي تبعت البيريز، رديت رجعتها لهون. الويت اصلا محطوطه هنيك، التوميتو ممكن حطها، لا تبع الملفوف كمان لا، مو مشكله مو مشكله. عشان ما يقلشوا والله كل هالشيء عم سايب، بس مشان ما يقلشوا لما بيتموا بقلشوا. معلم تعال وصل نعول هاي شبكون، حتى هلا الاضاءه لما تركب على هدول يا اخي والله غير، والله العظيم لما اجي اركب لكم اصدقائي هلا الاضاءه المرتبه هاي مثلا هون. اوه بدها انجوتس والكتريك اورجان، مو مشكله بنجيبهم كله بينجاب، كله ينجاب كله. شوفوا شو سويت اصدقائي حاليا، هيك شويتها شويه تظبيطات مو كتير شوي يعني، بس الواحد يعني يقدر يمشي ما يقعد فيه تكليشات. دول عم يطلعوا لفوق ليش بس فرجين، ليش عم تطلع حبيباتي لفوق؟ في عندكم هون بتشيلوا هي، ايوه بتعرفوا اسويكم درج. شوف فيني اسوي درج ولا لا؟ 2 hours later. خلينا نسوي السدل تبعيت هاد العينتين ابو سريع، راح فرجيكم اصدقائي شو عملت بالبيس. ثواني بس طلع، 1 2 2 3. شايفين؟ خليني افرجيكم اياها بهذا الطير، انه هذا الفاليريس، خلينا نشوفها بشكل كثير احسن. شيلنا معلم، شوفوا اصدقائي عملت طابق ثاني، شايفين؟ حطيت نقلت كل الماكينات هذول الثلاثه تبعت الاسمبلي لاين اللي عندي اياه هون،
وحده تبعيه السفير تبعيه الكرات، والثانيه تبعيه البرودكشن الانتاج العادي، وتبعيه الويبنز تبعيه الاسلحه، وشلتهم من تحت خلص. تحدي اتركها بس مزارع وما مزارع وهيك قصص، لاني كنت شفت عم اخطط انه روح انقل على مكان ثاني ومدري شو. طلعت هيك والله لو شو هي صارت هيك قريبه على قلبي، امورها كلها مستتبه وتمام، فقلت لحالي خلص بطلع بطابق ثاني وربي يسر، وبتركه واسع حتى ليكو الدرج قديش عرضته عشان يكون الامور تمام، يعني تطلع البوكيمونات وتنزل من دون اي مشاكل. شايفين بتطلع من دون اي مشاكل وبتنزل. طيب خلينا بقى نطلع نشوف شو بدنا نروح نسهر. كنت عم ساي هاي طبعا، حتى هي ممكن بعدين لاحق نشيله وسايا، بس شو اسمه ضل عم يقل شو هون. لا اله الا الله، الله العظيم هلا بدي تجيب لي اخر شيء جلطه. هلا صار عندي هاد، صار فيني اعمل له شو اسمه سوقه. اسمع نصيحتكم وشوف شو وضعه لهذا العينتين سريع جدا لهاد. خلونا اي اسرع واحد تكون معاه بس في سكيلز مرتبه. هذا بلي بضيله، بدي شغله تكون سويفت ما سويفت، يعني ولا واحد منهم كويس تقريبا. خلينا نحطه هلا مثلا بدل هاد كهربائي. بتعرف حتى هاد الكهربائي انا شو حاطط القنفذ مشان يولد كهرباء، باعتبار يعني هيك حجمه صغير لحالي خلاص، ومختص بس بتوليد الكهرباء. هذا شو وضعه؟ هذا مختص بتوليد الكهرباء ولا لا؟ هذا اللي نزلته هلا هو مع المائي صحيح والله. لك لازم اخده هاد معلم المائي، لازم اخده. طب بدل مين بدي اخده؟ اذا قلنا هاد للطيران، هاد بهمني يكون بوس عندي قوي مشان لفله، هاد عم لفله، هذا للتنقل الارضي، وهذا كمان عم لفله. لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا شباب محتار بصراحه شو بدي اساوي. احترت. طيب هاد شو هذا ليفل قديش؟ هذا ليفل 2 بس شوفوا بيساوي كثير شغلات ثانيه، انا لذلك ما بدي نزده، بدي واحد مختص بس بالكهرباء، ما عنده شغله ولا عمله ولا قيمته قليله. طيب خلينا نجرب هذا التو عليه اصدقائي شو وضعه؟ تنقل. تعال معلم. هي ركبنا عليه. اوكي والله يعني سريع، ربنا الله سريع، لما اكبس له الشيفت يصير ناري بسرعه. شوفوا قفزدين مثل تبعيت هذا بابا نويل. هذا البوست لا، طب خلينا بسرعه نكفه لهذا الزمن اللي ماله البوست. بس احذروا هالمره شو ما راح نزله الناري، هالمره راح نزل له هاد. روح يلا تقاتل، انا ولا راح لقاك، يلا لف لي حالك وظبط لي امورك. يلا حبيبي يلا، يعني لو منزل النار هلأ كان قتله. انت قتلته؟ ايه قتله. لا كويس والله، لا آه ربنا الله اداء ممتاز، اداء مشرف. ليش ما بقدر اخذهم لهدول؟ هاي كواليتي بولز، اه لاني شايل كثير من هدول، نزل لي هاي مش لازمه. طيب اوكي، لا والله ربنا الله يعني الزلمه آه اداءه كويس كان. قتله فريره، بس بدي اطلع من هون. واو هلا والله. اوه 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 يا الهي والله معكم حق تنصحوني فيه. شو هاد العمى هذا؟ ما هذا مثل فاليريس بس على ارضي. والله عاش. نزلوا مثلا مكان هاد. اوكي روح انزل. والله العظيم لا تخوفهم بحجمك، شوفوا اجعل الحجم. يا شباب اكتشفت كأنه هاد أكبر من هاد. فرجيني أكبر منه، احزره ليش؟ إنه هذاك بوس، هذا ما بوس، هذا فقسته من البيضة، أما هذاك بوس ليكم أكبره. يا أخي ليكو شلون ما عم يقدر يفوت؟ طبعاً سقاها بثواني لهي تبعت السقاية. طيب وين بدي أروح هلا يا أصدقائي الرائعين؟ هلا ناوي أروح على التلج، يعني خلص ملقت الشغلة، بدها تلج بدها تلج. بالاخص اني صنعت لبسه الثلج هاي كولد ريزيستنس ميتال ارمور، هاي تبعي التلج، مجرد حطها خلص هلا صرت مضاد للثلج. طب خلينا نروح على اقرب شيء له علاقه بالثلج. مثلا اذا رحنا هيك، وين الثلج اصلا؟ ليش انا بعرف وين الثلج؟ اذا هون البركان، او بتعرفوا والله خلينا نروح على البركان. انا البركان ما ختمته لاني واسم منه معي بوكيمونات قويه، ومعي بوكيمونات قويه معناها راح اخذ هذا المائي، راح اخذ المائي لانه البوكيمونات اللي راح تطلع لي هنيك كلياتها فاير، فالناري فالمائي يعني بيشتغل شغله فيهم. طب اوكي اصبح حذر شو الناري ما راح اخده، او ممكن والله اخده لانه بيسمى راح اخده، راح اخذ بداله هاد. خلص انت تعال فاليريس مشان الطيران. آه هذا الكهربائي كمان كويس ماشي حاله، يعني بفيدنا نوعا ما، بس بدي اخذ معي المائي. خلص اوكي اتفقنا، هيا بنا الى شو اسمه، بدنا نحط هاي البدله، هيا ننطلق الى البركان. وين بدنا نروح؟ نروح لهون من البوابة، لأنه للأسف ما عندنا أي نقطة انتقال سريع غير هاي لسه. مو مشكلة هلا بإذن الله راح نبلش نعفس بالبركان معنا البوكيمون النار المائي الوحش.
لا ما عندي فكرة أركب على هي أحسن لي ولا شو الوضع، ما عندي فكرة، خلونا نشوف. بيو والله يا عمي كثير ممتازة والله، أحلى عالم بربي. واو أصدقائي هي ربنا الله ممتازة ورائعة جدا، بس ما بعرف أخي الفاليريس يا شباب، الفاليريس يا شباب اللي يدق طعمة الفاليريس مشكلة، ترى مشكلة مشكلة بده طعمة الفاليريس مشكلة، ما بعد بيعجبوا شيء. طب هدول خلينا ننزلهم لهذا المائي، يعني ننزلهم المائي نشوف شو بده يساوي فيهم، تعالوا نجربه. زين حبيبي عفس روح، وين جابالك تعفس؟ عفس ما عندي مشكلة روح، ايوه يلا روح فرجيهم اعطيهم من قوتك يا وبش. خزلني حاسه، ايش حبيبي عجبك الوقفة هنيك؟ زي ما تقلش مثل لما قلشت وقت كنت انا عم صيدك، زي ما خلص دي اعتمد على حالي. ابلع ابلع ولك شكلي اصدقائي اضطريت اعتمد على حالي، ما جد بهذا جد به والله، ما ادري شو بيقلش قد ما حجمه كبير. لا الناري ما عنده التقليش يا ربنا الله، الناري اموره يعني تمام التمام. حلو حلو بوكيمون جديد، تعال 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 بوكيمون جديد ناري، تعال حبيبي دي نزل لك هذا وان شاء الله يا رب ما يقلش مثل عادته. يلا روح واجهه روح، انا حاسس هجوماته كثير ضعيفه ما بعرف، نتفرج عليه مع على قتل وقتل لك يا زلمه، انا صحيح نسيت لازم كان روضه لهون، هذا بوكيمون جديد لسه انا ما بعرفه. نعن شيطانك نعن شيطانك، تعرف خلاص بدي ارجع ما عاد نزله لهون غير الامور الصعبه، لانه بدي اروض هاي بوكيمونات جديده الناريه انا ما عندي فكر عنها، ذكرني بالماعز هاد. شو عم يسوي هاد؟ شو هالضربه هي براسه؟ شو عمل؟ عطنا الفاليريس يا معلم، اديله اطلع معلم روح، شد بطلوع شد بطلوع شد بطلوع ايه شد بطلوع، خير ربك دخل ربك شو قلبي حبك. شباب بيلعب الفاليريس وبس، وين كان هذا البوس اللي بدنا نقاتله؟ وينه دقيقه قدام على اليمين، تمام خلينا نروح بسرعه نشم طويك ابو سريع، يعني ابو سريع معي بوكيمونات مرعبه معلم، ما عاد متحمس بصراحة على موضوع البيض اني فقس بيض وهيك، ما بعرف ليش صار نتحمس اكثر روح اعمل مغامرات وابني وهيك شغلات. اصدقائي ما بعرف اذا بتوافقوني الرأي او لا، بس ما بعرف حسيت بقيت تفقيس البيض شغلة هيك مملة. لك وين هذا العينتين وراي؟ يا الله وراي، وين وراي؟ اه بالجبل بالجبل يا حبيبي، عود دور عليه تاريخي اسود انا بالانفاق، فرجين في معي اكل مو معي اكل؟ لا معلم انسى انسى اني فوت انسى اني فوت، بالاخص اذا كان هذا الدنجن اللي بقلبه مليون شغله تقعد تدور عليها. فرجيني وين نلاقي ثاني مره، لازم احط الوحش محل المدخل. يا الهي كاني دخلت خلصت طاقته لهذا، نزلت امت كاني لقيته هون، خلينا ننزل نشوفه هون ولا ما هون. انا معي طابات اصلا لحتى امسك فيه، حلو معي 22 وحده من هي. واو الحراره هون مرعبه ترى، معي شيء اكله؟ لا طيب كويس والله، اكثر من هيك فوتت بيض ما عاد يصير. طب خلنا رح ننزل له المائي طبعا في حال كان هذا ناري، واكيد رح يكون ناري يعني بقلب البركان، شو رح يكون مثلا بس اي هذا هو 49 ليفلو. واو لا تخاف لا تخاف لك شبك هرب، هاجم يا معود روح. يا الله شباب ما عم يسترجي هاج، يا الله شو الوحش هذا عن جد مرعب، عصبوا تقاتلوا يلا روحوا تقاتلوا يا شباب يا شباب، عم يجلد تبعيتي وعم يجلدوا والله عم يجلدوا والله كفو والله كفو بربي كفو، هلا هو ربنا الله يعني عم يجلدوا وما بعرف ما بعرف عم يجلد. أوه وين جاي هذا؟ ما انا ما انا الله يلكعك ما انا. واو الله لا يوفق، شو جاني؟ شو ما بيدخل بالنفق؟ والله حجمه كبير. ابو المي كب عليه مي شبك، طفيه طفيه. نار بتولع نار، والله مولع هذا رفينا.
شكلي عصيته هون انا ولا شيء. ضربتي عباره عن ولا شيء. يا عم ضربوا كهرباء يا ما اغبى ما اغبى يا يعني يا عم اغبى او يا عمو ما اغبى. انا الغبي اني ما زبطت له هجوماته وساتهم كلهم مائيه. يلا سبور سمور سبور اصمد اصمد يا بطل قاتل يا بطل انت تستطيع. يعني انا والله اقسم بالله وكان ما ببزق عليه. والله لك بس ليكو البوكيمون المائي تبعيتي ترى ما كتير نزل دمه. ها يعني نزل له دمه له اكثر ما ينزل دمه لهذا المائي اللي عندي. عم يضربوا كهرباء يا الله ما فيني اغير له هجومه. شوف عم يضربوا كهرباء يا الله عم يضربوا كهرباء. معي شيء مائي ايس اعطيه منه ما فيني اعطيه منه لانه هو وضعيه القتال. عم يضرب كهرباء الجدبه. ايش بك جدبه ايش بك انت كمان معلق علي خليك معلق علي. هو ذاك عم يضربك انت معلق علي خليه. يا الله هذا اذا بصير لي والله لا كيف والله لا كيف والله والله لا كيف يا واطي والله. ايوه يا واطي حصرته. الله يوفق وجهه. حيوان عصبته كثير شكلي. لك بدي يرجع للكهف تبعيته والله لا يوفقه. يا اخي اذا بيجي على هون والله الساحه بتأدي. بيجي هيدا نبو زر شو راح سير راح اجيب بوكيموني. الله لا يوفقه وجهه. يا هذا عصي من اصله من دمه شيء. يا هذا بتعرف شو مشكلته اصدقائي قوي بس حجمه صغير حجمه كبير. والله ما يا هببني هببني هب لبيت 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 نار. لك يا زلمه انت اقسم بالله حجمه كبير على الفاضي. حسوا بيعصى. وين هذاك رجع؟ يلا روح طقوا طقوا ايه طقوا هي 1600 دم. هلا شوف اذا نزل بكون عم بيطقوا اذا ما نزل بكون ما عم يطقوا. طبعا درعي كانه استشهد درعي واكل ما معي الحمد لله ووضعي يعني ازبل من هيك ما عاد يصير. طقوا مي شبك يا زلمه طقوا ايه 1600 لا لا هيك وضع يعني بصراحه الوضع سيء جدا. تعال رجع لهذا اللي عندي. كمل لك كمل شبك قال نام. يعني ايش صار الدنيا ليه بتنام؟ والله عم ينزل له والله عم ينزل له دمه والله. يلا معلم ايه نزل له دمه نزل له مش هذا عم ينزل له دمه. ياخ كانه بلش يبلع صاحبي. يا زلمة اضربه مي مشان الله اضربه مي ولو لازم ننزله النار بيعفسوها. ترى النار اللي عندي جبار صحيح هذاك ناري بس كمان يعني كل شيء يعني بينصح له باسمه. لازم ننزل الناري بيعفسوا لهذا عفس لئيمة 900 لك والله عشتوا لك والله يا مائي مانك قليل والله مانك قليل والله 800 معلم. يا عيني عليك يا عيني عليك يا بطل. فرجيني قديش دمك انت اصلا. والله لسه يعني دمه شايل حاله. ها والله المائي مانه سهل والله البوس مانه سهل يا شباب. لا والله أربعمية واو. يلا بس للمية للمية وخالص للمية وما عاد تجيبها يعني خلاص بدي فوت وقت انا اكمل عليه. 300 370 ايه نزلوا كمان نزلوا كمان ايه نزلوا كمان لك نزلوا كمان. اوه والله بلع والله صلي بقى بنبلش لك بالاسلحة الثقيلة. استلق اذا بتستلق هي من نفس جنسك. فرجي معلم طقة واحدة بس هي تورنيدو تورنيدو معلم تورنيدو طرقة واحدة ما بترحم. تع 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 الله يلكعك كنت روحت لي اياها. ارجع اذا ما بلع بلع لي هيك ضربه واحده وخالصين. لك فوق فوق جدبه شباب لك جبل لك فوق لو ركب علي الله ركب فوق راسه لك وينه. طرقوا التورنيدو يا الله روحوا والله روحوا 3% والله مستحيل انا اصيبه. طب ما بعرف في اول من هدول الطابات يعني اكيد في صحيح 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 كان في ليجندر سفيرة اكتشفتها بس ما بنيتها لسه.
اذا بطرق لهذا 10 ضربات بهدول مستحيل امسكه، مستحيل مستحيل امسكه. اربعة وثمانين دمه اصدقائي، بس مستحيل امسكه. 14 طابة رح روحن عليك. ايه ايه، يخرب بيتك مأواك، يخرب بيتك مأواك. شو هاد؟ مش هالبلوة يا شباب. قلش قلشته خلاص، قلش ما بقى اصدقائي، ما بيمشي حال. انا انسحب يا الله، والله حرام انسحب، الله العظيم حرام انسحب. بس ما خلصت يعني، شو بدي اساوي؟ بدنا نلاقي لنا شي شغله ناكلها. هلا بعدين بلش نموت فريره. تعال انت خلينا ناكلك، تعال. واو شو هاد معلم؟ ايش البوكيمونات هاي اللي عم نشوفها؟ ولك اجداب ما تموتوا، بدنا اياها. يا عفو الله شو هالهجومات هاي؟ لازم لازم اجي اجي على البركان، ما اخش ما اطلع بشي، والله العظيم عيب. الله يكعب، روح له دمه والله. حتى انا ما لازم اضرب بيه، اضرب الفرد. يا شباب شو قصتكم؟ والله عم بضربكم بالترا بهايبر مدري ايش اسمه، عيب له. هذول اذا قتلناهم ما بيطلعوا لنا اكل؟ بقول لك هاد ما بيطلعوا لك، هذول بني ادمين. بنياهم بوكيمونات. هذا الويكسن اذا قتلناه ما بيطلع لنا اكل؟ ويكسن انا عن جد اسف، عندي مثلك بالبيس والله انك زي مرتب. اعطيه تورنيدو، ادعوا يا معلم وحده. مات ولا لا؟ ترى شوف انا قتلتك مو لله في لله، بدي بصراحه اكل. اعطيناهم في اكل؟ في اكل، بدنا اكل. ما عم يطلع لنا اكل؟ لا 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 يا معلم، انت ما بقلبك لحم يعني؟ ايش بس نار انت، عباره عن نار. ما شفنا هذا البوكيمون لهلا اصدقائي، بهلا بشوفه طبعا، بس بدي اروح على نقطه الانتقال السريع بس جيب اكل، وضروري طور شو اسمه الكره اللي بعد هي. ما شو استفدت اذا كنت عم قاتل فرحان بحالي؟ بالاخير ما فيني صيد، ما فيني صيد الوحش اللي عم قاتله. يعني قتلته 84 صار دمه، ضربته كم طابه وعلى الفاضي. فلا ضروري اروح طور، اصبح لازم اروح اول شيء اجيب الكوارتز. الكوارتز بمنطقه الثلج، فصار لازم اروح اول شيء على منطقه الثلج قبل ما اجي على منطقه النار مشان اقدر اجيب كوارتز وتصير اموري كلها تمام. رجعني لهون على البيس الاساسيه، وخلينا نشوف البوكيمون الجديد اللي صدته. بصراحه شكله يعني ليلي اسطوري، بس هذا هو الوحش اللي واجهته، ليكون ليفله 96 ما كتير والله، توقعت اقوى من هيك يعني على الكتر المقاتله. هذا هو اللي قطه. واو ليفل 3 بالكايندلينج، 2 باللامبرينج، عادي كثير عادي يعني. هلا اموري كلها تظابطه، فلازم اروح على منطقه الثلج اللي ما بعرف وينها، فراح اروح بهذا الاتجاه او ممكن بهذا الاتجاه واطلع للاعلى. بركي يا رب ان شاء الله بنلاقي منطقه الثلج وبنلاقي الكوارتز او بيور كوارتز يا رب. اوف والله هون هذا فحم دقيقه، يا الله هذا كانه فحم هون. انا رحت على عملت بارض الانوبيس وهون في فحم، معقول؟ والله كانه فحم يا شباب، يا ما اغشمني. رحت على عرض الانوبيس عملت فحم هون كانه في فحم، فرجي والله فحم يا الله. اصدقائي لكم في فحم هون، واحد اثنين ثلاثة، واو يا الله. رحت على الأرض الأنوبيس المرعبة عملت فحم، والفحم هون حسبنا الله ونعم. روح لك انت يا مو وقتك، بدي اجي كفخ هذا البوس. اول شيء خلينا نشوف شو هذا البوس، انا جاي هيك فورا عميان بدي اقتله. بس مين هذا؟ اسمه فيرداش 35. يا فيرداش حبيبي، يعني انا سوء حظك انه انا موجود باللعبة ومعي هذا البوكيمون الناري، من سوء حظك هذا الحكي يعني والله. يعني بودي كان ما عن نفسك، بس بقى شو نساوي؟ يا حرام يا شباب شو راح يصير فيه، يا حرام شو راح يصير فيه. روح ولك بالهدى عليه، بالهدى بالهدى، بدنا اياه لفرداش. بركي كان كويس عم يضربه من اوليته، من اول ضربه يكون ايش نزل له. شغل شغل الكونفو، خلي الكونفو تبعك تنفعك يا جذبه، خلي الكونفو تبعك تنفعك. لك شو عم تمشي؟ لا لا تقرب، لا تقرب عليها. تورنيدو بس بس بس، اعطينا اياه، نزل لي هلا مشان اذا ما مشي حاله. تعال انا لازم اعمل له هاد الهايبر. مش كذا اللي بتعرف شو رح اسوي فيك، رح يعوفك حاله.
هنا يا بهيدا نشوف برك اللي لقطه، لأنه هذا لازم بدي أضربه خالص، يعني بدي أروحه وأنا ما بدي أروحه بصراحة. شايفين جبناه؟ والله يا شباب خمس نقرع على الفيرداش. شو هذا الفيرداش؟ آه هذا فيرداش أصدقائي، أنا عندي منه، بس هذا البوست تبعيته، هذا اللي طلع لي ببيضة قبل هالمرة، أيوة. مش بتعرفوا أنا ما عاد معي ذخيرة. أنا هلا جاي عم بحث عن الكوارتز، فخلونا نلاقي الكوارتز بالأول. ولكل حادث حديث. هلو بوكيمون صقيعي. شو بده يكون هذا البوكيمون اللي هون الصقيع؟ فرجينيا 40. يعني بصراحة فيني فوت قتله أصدقائي مثل ما قتلت هذاك اللي كان 46 مدري 49، بس مشكلتي إنه ما راح أقدر صيده، فأنا لازم ألاقي الكوارتز أول شيء. معقول هذا هو الكوارتز؟ لا لا هذا من تصميم اللعبة؟ لا والله ما شكله من تصميم اللعبة، في شيء تأثر. آه في بيضة هون. وينه وينه أبو العشرة أبو كلب كبة. العمل ليش هيك الأرض هون؟ شلون أنوي الكوارتز؟ ولا هذا الحجر، هذا حجر من تصميم اللعبة. هذا أور. يا حبيبي معقول هذاك الجبل معه هذا؟ ليكوا الكوارتز كأنه. والله هذا هو. لك عاش. ولك عاش. تا تا تا. يا الله أنوبيس ما جبته. تبن لك يا حظي المنحوس. وقت لزوم أنوبيس ما جبته. تخيلوا أصدقائي. هلا أنوبيس بينفع. بأي الأوقات. هذا هو الكوارتز، بيور كوارتز هذا هو. دقيقة خليني أعلمه على الخريطة. هون بنحط ماركر إي، بعدين بنحط هيك. أوكي. خليني آخذ لي شوي بس. شو متخبين ورا الجبل؟ بس والله بحسبكم ملك الألعاب لقطن فريرة. هلا بدي أصير ساوي السيركت بورد مشان أقدر بقى ساوي كله ليفل 2 من الشغلات الثانية اللي كان بدي ساويها. الأسمبلي لاين تبع الويبنز أو تبع البرودكشن أو تبع السفير. كله ليفل 2 ليفل 2 ليفل 2 مشان شو؟ مشان اقدر تصير عندي طابات اقوى، اقدر امسك هالبوكيمونات احسن ما عم اقتلهم على الفاضي. انكسر البيك اكس تبعيتي مع انه ميتال وشغله كبيره، جمعت 124. طيب ما مشكله. تعال معلم. جابني. اصلا لسه بس وحده اصدقائي، كسرت الثلاثه اللي كانوا هون او الاربعه والله نسيت عددهم. طيب وين كان في انتقال سريع؟ اه ظهر هذيك في انتقال سريع. حلو 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 حلو. في اقرب منا؟ لا. لا والله كأنه في أرب منها. دقيقة دقيقة هون في عظهر هاي الفوقانية، دائما هدول الأبراج يكون في عظهرهم انتقال سريع وبيكون في جنبهم. أوف هذا جديد، تعالوا نجيبه. لو شي خليني أخذ انتقال السريع وجيبه فريرة. والله شكله مرتب عوة. والله قوي شكله يا شباب هذا. إيه توقعته أضعف من هيك. والله وينه؟ وين هرب؟ معقول قتلته؟ لا هذاك هو. طيب شوف انا اسف على الشيء اللي بدي اصير، لكنك من طلبتها. بس 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 الله لا يوفقك، بس كنت قتلته. الله لا يوفقك. يا اصدقائي ما درجة حرارة باردة، لابس البدلة المضادة للبرد ومع ذلك على الفاضي. حلو صدناه. تعال تعال انت ركبني تعال. دمع من قص بسرعة كتير عالية. واو طبعا اصدقائي رح نشوفه هذا شو وضعه، بس خليني اول شيء ارجع على البيس العادية. يا الهي بالليل التلج، حتى لو بهي البدلة ما عم بقدر ظبط وضعي. خليني احط اللوشة كلها هي اللي هون. خليني افرجيكم اصدقائي هاد وين هاد هو. فليم وليذر كايندلينج ليفل 2، ما في كتير شيء مميز يعني. شوفوا شو عملوا لي هذا البارتنر سكيلز، يعني هذا مثلا لما اكون راكب مع هي او تكون هي معي تعطيني خصائص، فهذا بيعطيني خصائص انه لا البرد ولا الشوب بيصير بياثر علي لما بكون راكب عليه، يعني هذا فيني اركب عليه اركب له السدل واركب عليه. شيلكم هلا من هذا الحكي كلياته انه ما بيجي منه بالامتحانات، اللي بيجي منه بالامتحانات هلا اني صار فيني ساوي بالبرودكشن السيركت بورد. نتبع البرودكشن هاي. ليك هو والله صار فيني ساي كم وحده ثمانيه. روح معلم عطيني، يلا عطيني. تعالوا شباب اشتغلونها بسرعه الله يرضى عليكم. هلا بس ساوي هاي اصدقائي، شوفوا ليش عم ساويها عشان اقدر ساوي الاسمبلي لاين. وينها وبين اسمبلي لاين؟ ليك هو هاي برودكشن اسمبلي لاين او شيء ليفل 2 عشان ساوي لك. وبدي سيركت بورد بدي 10. اه قديش انا قلت له يساوي؟ قليل 8 بس.
يا بدي كمان كوارتز يعني؟ بدي سيركت بورد كمان كمان اثنين. طب ليش ما فيني يساوي؟ بدي بوليمر. تعال نساوي بوليمر. والله خلصوا. هلا صار فيني يساوي ليفل 2 من اي ماكينه بدي اياها. انا بدي ساوي ماكينه هلا هون خلص هون. فبدي ساوي كنت اعمل لكم شيء، بدي ساوي البرودكشن، لا بدي ساوي السفير مشان اقدر طالع الطابه الاقوى. سوينا يا شباب بعد اذنكم. هلا بساوي لي هون تبعت السفير. هلا بدي ادمر القديمه، مش لازمه خالص. مو هي هذيك الجواني يمكن كانت القديمه تبعت هاي. هاي هي خلص اصدقائي، ما عاد بدي اياها نهائيا. شيلها برينج. طلعت الجديدة. واو ها حاجة حديدة مصدي. شوف هاي شلون حديدة، ما احلى. خلونا نشوف هاي شو بتطالع لنا. ليكون الطابات الالترا سفير والليجندري سفير. اوه بدي بال ميتال انجوتس. حماده شلون بنجيبه؟ بال ميتال انجوتس وكربون فايبر. هذا غالبا بنجيبه بالبرودكشن ليفل 2. كربون فايبر شلون كمان البرودكشن؟ يا بدي البرودكشن غصب عني، معناته بدي اياها لي غصب عني. بدي السيركت بورد. طب خلينا نشوف فينا نساوي كمان سيركت بورد او شو ناقصنا لحتى نساويها. بدي بوليمر. البوليمر بيجي من الهاي كواليتي اويل تبعيت البوكيمون. يا الله. طب راح اجيبهم بسرعه اصدقائي تحت الكواليس وارجع لكم فريره. طيب عملت لي جمعه هيك سريعه لموضوع زيت البوكيمونات اللئيم. والله لازم يكون في مكان بيوفر بسهوله، ولو انه لوش اذا كل مره هيك بدي اساوي اقعد لفلف ساعه. هلا بنجي بنعمل بوليمر بسهوله. عطني بوليمر، عطني ماكس. حلو 23 كويسات. يلا حبيباتي يلا. بدروا انتوا لاصدقائي البوس اللي بلشو اسمه الكهربائي اللي بزمانته حاولت اقتله ما قدرت له، وانهي الحلقه باذن الله تعالى. فرايح له لهالوبش. طبعا راح اخذ معي ضد الكهرباء اللي هو الارضي، بس انا واثق اذا قتلت له النار راح يقتله، لانه النار اللي عندي مو طبيعي يعني، صار وصل مراحل مو طبيعيه. تنين. حلو خلصنا البوليمر. هلا السيركت هاي فيني ساوي منها 11، تعالوا سوي لي منهم. طيب شو لسه بدي؟ بدي لسه الريفايند انجوتس، عندي منهم هذيك البيس، بس خلونا نروح جيبهم والله بسرعه. صار فيني ساوي البرودكشن اسمبلي لاين 2. واو. يلا حبيباتي تعالوا اشتغلوا بسرعه. واو. من اصدقائي اذا رحت لهنيك بدي صيد الكهربائي ما بقدر، فلازم يكون عندي الليجندري او الالترا سفير. قل الشيء يعني. هلك عاش. فرجونا هيبقى شو بتصنع. هي بتصنع الشغلات اللي ما حدا بيقدر يصنعها. اوه هايبر شيلد، هي اقوى درع باللعبه. ايه عندي انشنت، لا بدي كمان، وبدي بالديوم. هلا بالديوم مقدور عليه، بايخ كتير بايخ. بس البواجي والله كان عندي بواجي غريب، وين راحوا؟ بس خليني اشيل هذيك. خالصين صار عندنا بس هدول الثلاثه. صار فيني ساي من هاي كم واحدة عجب؟ خمسة بس؟ يلا ماشي حالهم. تعال نوبيس حبيبي اشتغل لي فيهم، الله يرضى لي عليك. يلا اشتغل اشتغل اشتغل. ايه اوه اصدقائي انوبيس وسرعته تطلعوا، هي عم تاكل مع وقت. والله بتاكل وقت معناتها متى شلون ليجندري. بس طبعا هلا انوبيس واحد عم يشتغل لانه الدنيا ليل والعالم كلها نايمة، ما في غير هذا اللي المرافق الشخصي تبعيتي يعني. على فكرة كمان صار فيني اطور البيس، خليني نطوره. ترك اوكي طورناها. تطوير مره ثانيه بده الكتريك فيرنس بنساوي، ما مشكله. طيب هلا قبل ما نروح شو بدنا نساوي اصدقائي؟ شوفوا شو اخذت معي. انوبيس هاد هجومه كلياته ارضي 80% ب 120 وهذا الشيء كثير ممتاز. اخذت معي كمان هي السلحفات اللئيمه كمان هجومها كلياته ارضي. طبعا قدام الكهربائي هذول الجوز راح يعفسوه عفس، فرايح له باذن الله تعالى. جيدك يا وبش يا واطي. هذا هو قبل هالمره اللي ما قدرت له، هلا جاي. المشكلة اني لا استفقدت درعي ولا استفقدت اسلحتي ولا شيء. عم صراحة معتمد على بوكيموناتي، ما معتمد على نفسي ابدا بموضوع القتال. طيب يلا بسرعة بسرعة، انا بدي فوت لاني عرفان حالي فايت قتل وطالع باذن الله. جيت اقول عك ولا رعب ولا شيء، وحياتي منك لتصير البوكيمون الخاص فيني ولا شغلك بتوليد الكهرباء يا وبش. انا بفرجيك هلا. شوف انا بيس شو بدي اسوي فيك، والله لا يعفس فيك عفس. اصلا بس لحقك من بين ايدي اقدر امسكك قبل ما شو اسمه. انوبيس اشتغل فيه، اشتغل لك شغله معلم. يلا اشتغل. طرقوا اول وحده، يلا روح. اوه انوبيس ثلاثة اصدقائي 7000 دجة واحدة. عم يتجبر، عم يتجبر الوبش، اقسم بالله عم يتجبر الانوبيس يا شباب. يا الله شو عم يساوي فيه؟ لك ما نقص دمه الانوبيس يا شباب، هذاك ما عم يساوي معاه شيء. اوه
فورا جاب له دمه للنص، فورا دمه للنص فورا. وانوبيس نقطه ما نقص من دمه، نقطه يا 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 انوبيس صفر صفر نقص من دمه. هذاك ليكو شو صار فيه كل هالضرب هذا؟ ليكو دمه ولا شيء انوبيس. هلا بدي اضرب ضربه للناس دول 5000. هاي التورنيدو هي كثير قويه، الرياح الساند تورنيدو بيقولوا له. لك ايش عم تضحك؟ ليش عم تضحك؟ ليش؟ وين شيء بيضحك بالموضوع؟ اذا انت عم تبلع يا اخوتي. تعال تعال يا الله. لك لا لك لا، يلعن وبرك يلعن وبرك. خلاص قومي انت قومي. لما ماتت هي النظامي اصدقائي ليكو قتلتها. يا الله لك يا انوبيس يا حبيبي يا حبيبي، لا حول ولا قوه الا بالله. ما انا هذا الشيء اللي خايفان منه والله العظيم، هذا الشيء اللي خايفان منه. عرفان راح يقتله بس عم استناه وسطن يعني شوي اقل. طب اصدقائي هذا قلت لكم راح ساوي عندي، راح ساوي عندي بركي تحت الكواليس بيجي لعنده بقتله، باخذه هالمره ما راح خلي انوبيس يقتله. هذا كان كل شيء حلقه اليوم، بتمنى من كل قلبي ان لا تعجبكم. اذا عجبتكم الحلقه طجوا لايك يا اساطير، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وانصحوني بالتعليقات. والله بقرا كل تعليقاتكم وكثير عم باخذ فيها وكثير عم بنتصح فيها. هذا كان كل شيء اليوم، تحياتي.